دعت المعارضة الفنزويلية إلى تظاهرات جديدة في عطلة نهاية الأسبوع، مواصلة بذلك تحركاتها ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بعد أعمال العنف التي أودت بحياة 36 شخصا خلال أكثر من شهر. ودعت المعارضة إلى مسيرة للنساء من أجل إدانة ما سموه بالقمع الوحشي الذي تتعرض له المرأة في المجتمع. وكانت المعارضة قد نظمت تظاهرات ضد مادورو في البلد الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية قمعية، وتطالب المعارضة برحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر لعام 2018.